الله 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 الله. فأول إشي رح نبلش فيه سمير هو الصلصة. تمام. الصلصة البرجر هاي اسمها سبيشال صوص، والصراحة هي مش بس طيبة مع البرجر، كثير طيبة مع كثير ساندويتشز. أوكي. تمام. بدنا نص كاسة مايونيز، ورح نزيد عليها نص كاسة كاتشب. أنت من محبين الكاتشب؟ نوعا ما، مثلا ما بحطوش على البطاطا صراحة، باكل البطاطا هيك يعني. احكي لك سر، كنت اكل سندويشات كاتشب وانا صغيرة. انا كنت اكل سندويشات ميت بندورة وانا صغير، يعني سيم اختلاف ثقافات. بالضبط. كلتشرز. تمام. حنزيد عليها معلقة كبيرة يلو ماسترد اللي هو الخردل الاصفر. هون عندي بصل مفروم فرم كثير ناعم، معلقة كبيرة. هون عندي ريلش، الريلش هو عبارة عن مخلل مفروم فرم كثير ناعم، فإذا مو متوفر عندنا بنقدر نفرم مخلل عادي. وبدنا نزيد عليها معلقة صغيرة خل أبيض أو نص معلقة صغيرة خل أبيض. وهون عندي ربع معلقة صغيرة بودرة بصل، ربع معلقة صغيرة بودرة ثوم، ورشة بابريكا كثير صغيرة. وآخر إشي رح نزيد ملح وفلفل. تمام. سهلة. هلا هاي اكيد رايني هاي الكمية بتكفي لعشرة برجرز، بس اذا ضل زيادة عادي بتضلها بالثلاجة ما بصير لها ولا اشي. والله هاي لعشرة برجر. يعني بتكفي للتان. هاي لحمة عجل، هاي بس ثلج عشان اضلها باردة. اوكي. هون عندي لحمة عجل. اوكي. اوكي. من قطعة اسمها التشك، التشك هي كتف العجل. أوكي. كتف العجل احنا عادة اصلا نستخدمه للحم المفروم. كثير بحب استخدم البرجر خبز البطاطا. خبز البطاطا هذا متوفر، صار انه الحمد لله صار كثير متوفر بكثير مخابز عنا. تمام. مو موجود عادي اي نوع خبز، بس عن جد خبز البطاطا كثير بتفرق، يعني كثير اطيب مع البرجر، وخصوصا احنا حنعملها سماشت، يعني راح نفعصها. اوكي. تمام. بكل بساطه بنفتحها. بتفضل اللب ولا بتخليه؟ لا طبعا نخليه، ولا اطيب منه، حرام عليك. طيب. اوكي زبدة. نحط زبده كميه منيحه. وبعدين بدنا نحمصها على المقلاي قبل ما نبلش بالبرجر. شو بدنا نعمل بس عشان نسهل الموضوع لما بدنا نفعص البرجر؟ عندي هون ورق زبده، اوكي؟ بقصها لمربعات عشان ما يلزق معانا اللحمه لما بدنا نشويها. اوبس. سمير انا متكله عليك على الخبزه. الخبزه انت يعني بس ضلك الطمع. لا ما هو خليها على الهدا. اوكي. تمام. أوكي. شو رح نعمل؟ حنمسك. أوكي. رح نمسك قطعه اللحمه. هلا انا بس بدي اسهل الموضوع، احط تكه زيت، بس هو في نسبه دهن كثير منيحه. اوبا. بكل بساطه هو هيك لازم تكون. أيوه. القطعه اللحمه كثير بارده. والمقلايه تكون كثير سخنه. اوكي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحط رشة ملح وفلفل بالضبط واحنا عم نقلي، مش قبل، عشان اذا ملحناها قبل رح تجلد معنا. اوكي. وبنزيد ورقة الزبدة. الله. وبدنا نضغط عليها عشان اسمها سماش برجر، يعني البرجر المفعوصة. يا عيني. وبدنا نضغط عليها. والله مش طول ما نسوي برجر، نسوي هيك انت بالدار. صدق ما بتسوي، بس هاي بتضل طريقة. ورقة زبدة من الدكان تجيب. طالع. هلا مش عادة انت لما تاكل اي نوع لحمة او اي نوع دجاج القطعة المحمرة هي اللي بتكون كثير طيبة؟ طبعا. هاي كلها طلع محمرة. كل حق بالضبط. ثانك يو. عشان هيك كثير طيبة السماش برجر. هلا هيك بنخليها بس دقيقة. الله. بس بدنا نحمرها. هلا بنزيد جبنة وبتكون دقيقة وخلصت. أوكي. بنحطها على جنب. هاي عندنا خبز البطاطا تحمصت. سمير اعملها على ذوقي. طبعا. تمام. رح نزيد خس وبندوره يعني والصلصه. بدنا نزود عليك بموضوع كيف تسويها. تمام. هلا بنحط اول، انا بحب دائما احط الخس اول شيء عشان ما لما نحط الصلصه ما يتشرب الخبز ويصير قري. ضله كريسبي، فبحط اول شيء الله. هاي كثير كبيره سمير، خليها كبيره. بدي اشوف الابداعات. هلا انت مش استاذ عمر رواش، هاي البرجر تبعك صار جاهز. الله الله. هاي اهم لقطه. هاي اهم لقطه فعلا. الله 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 الله. بدنا كيلو لحمه عجل مفرومه ناعمه، تقريبا يكون فيها 20% دهنه.
ملح بحري وفلفل أسود فقط لا غير. بدنا خبز البطاطا أو خبز البريوش أو أي نوع خبز للبرجر، وزبدة طرية، جبنة شدر شرايح بس اللي بتكون أمريكية، وبندورة وخس. هلأ بالنسبة للصلصة رح نحتاج لنص كوب مايونيز، نص كوب كاتشب، معلقة كبيرة خردل، معلقة كبيرة ريلش اللي هو مخلل مفروم فرم ناعم، ومعلقة كبيرة بصل كمان مفروم فرم ناعم، نص معلقة صغيرة خل، ربع معلقة صغيرة بودرة بصل، ربع معلقة صغيرة بودرة ثوم، رشة بابريكا وملح.